ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحح معلوماتك. اللي عايزه البيت يحرم على الجامع. مبدئيا كده الجامع هنا مش معناه المسجد، ولكن الجامع هنا معناه جامع الضرائب، واللي كان بيلم زكاة المال من المسلمين، وده طبعا زمان أيام ما كانت الناس بتدفع زكاة المال. المهم ربنا وفقنا وإياكم إن في بعض اللي ما بيدفعوش زكاة المال كانوا بيشيعوا الكلمة دي على أساس إن بيوتهم أولى بالفلوس دي من بيت مال المسلمين، لدرجة إن لما كان ما بيعديش جامع الزكاة كانوا بيقولوا بركة يا جامع، على أساس إنهم هيوفروا الفلوس اللي هيدفعوها لبيت مال المسلمين. والحقيقة إن الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، فعلشان خاطر يصح إسلامك لازم تدفع زكاة مالك. والحقيقة إن اللي بيدفع زكاة ماله بيحس ببركة شديدة في المال، فربنا بيبارك لك لما تدفع زكاة مالك، فما تتهربش وابعد عن كلمة اللي عايزه البيت يحرم على الجامع. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.